أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الكريم يقول: اشرحوا لي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية واضحة، من يتق الله بفعل أوامره وترك نواهيه خوفا منه ورجاء يجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل شدة. فالتقوى سبب لتفريج الكروبات وحل الشدائد وجلب الرزق، سبب لانشراح الصدر، اتق الله يجعل له مخرجا، سبب للرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يتوقع حصول الرزق من هذا، ويفتح الله عليه الرزق ويرزقه. ومن يتوكل على الله، يفوض أموره إلى الله ويعتمد على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فهذه آية عظيمة. نعم.